والملك صرخ صرخ
يومئذ يتذكر الإنسان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وزواب همنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا به ما نسينا وعلمنا به ما جهلنا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من كتاب الله العزيز تلاها علينا قارئ بالدوري والنسر العربية المقيم بمحافظة الموطية فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمدينة أشبيل. الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية والمعرض الفني للفراشة الكبرى لصاحبها المتوكل على الله الحاج فتح الآرق المقيم بمدينة نوح. أيها السادة شكرا لسعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.